السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي، كدايرين لاباس عليكم؟ كنتمنى تلقاكم هاد الفيديو بخير وعلى خير، تكونوا تمام بالصحة والعافية وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم. إن شاء الله اليوم كما وعدتكم وكما كتسناو نبدا معكم الدورات التعليمية في الصالة والخياطة. يعني الموضوع لقى ترحيب من بعض البنات، يعني باغيين يتعلموا من الأول. كنتمنى ان هاد لي فيديو هادو ينالوا الاعجاب ديالكم وتستافدوا منهم. بطبيعه الحال اول درس ممكن نبداو به التعليم في الصالة والخياطة هو الدرس ديال اخذ المقاسات. بطبيعه الحال هو درس مهم جدا، حقاش لما كنتيش كتعرفي تاخدي المقاسات ديالك فكوني اكيده ما طيحيش البياسه وما غاديش تجي الملاته، يعني ضروري خصك تعرفي حيت كل وحده والقياسات ديالها قليل فاش كتلقاو، يعني ضروري يكون واحد وحده ماشي بحال وحده، يعني كليانه ماشي بحال كليانه، يعني ضروري باش تاخدوا المقاسات بالتدقيق خاصكم تتبعوا هاد الطريقه هذه ان شاء الله تنجحوا فيها. بطبيعه الحال المقاسات اللي كنحتاجو بالنسبه لهذا الدرس الاول، المقاسات اللي كنحتاجو البنات هما الكتف، طول الكم، ربع الصدر، ربع الورك، والطول الكلي. المهم هنايا غير مكتوبين بالفرنسيه كما قلت لكم، الكتف، طول الكم، ربع الصدر، ربع الورك، والطول الكلي. هنايا رسمت معكم المانكان اللي غادي نخدم عليها باش تاخذوا المقاسات. اول حاجه الكتف. بالنسبه للكتف البنات الا لاحظتوا كاين عندنا هنايا واحد العظمه في النهايه ديال الكتف، عندنا عظمه هنايا، الا تحسستوا الكتف غادي تلقاوها وعظمه هنايا، يعني هاد العظمتين البنات، هاد المسافه ما بين العظمتين هي عرض الكتف. كما كتلاحظوا كتاخذوها بهذه الطريقه، هذه كتاخذوا السنتيم، كتاخذوا السنتيم ديالكم بهذه الطريقه، كتحطوا الواحد على هاد العظمه هذه الاولى، والنهايه ديال النهايه ديال المقاس ديالكم هي اللي كتكون محطوطه على العظمه الثانيه. كتاخذوا السنتيم بهذا الشكل هذا، يعني من الظهر ديال السيده، وكتاخذوا من العظمه الى العظمه بهذه الطريقه هذه. مثلا هنايا لقيت العرض ديالكم هي 40 سنتيم، انا حطيتها 40 سنتيم، حطيتها هنايا كما كتلاحظوا 40 سنتيم، تحطوها بهذا الشكل هذا. بالنسبه للاكمام مباشره كندوزوا للاكمام، يعني هنايا كما كتلاحظوا حددت الكتف بهذا الشكل هذا وحطيت هي ايبول، هي بالفرنسيه ايبول، ممكن تكتبوا الكتف عادي. هنايا البنات ملي كناخذوا الكتف ديالنا بهذا الشكل هذا بهذه الطريقه هذه، مباشره كندوروا السنتيم على الاكمام، للاكمام، يعني النقطه اللي بدينا بها الكتف، النقطه اللي بدينا بها الكتف، يعني هذا الواحد كان هنايا في هذه العظمه هذه، مباشره كندوروه بهذا الشكل هذا حتى المعصم ديال الكليانه، المعصم ديال الكليانه، يعني هنا، يعني شوفوا الكليانه واش كتبغي لكم يكون هابط يكون طالع شويه على حسب الذوق ديالها. المهم كتحطوا الواحد هنايا في اعلى الكتف، يعني في اعلى اليد بهذا الشكل هذا بهذه الطريقه هذه، وكناخذوا كنديروا الواحد هنايا، الواحد ديال السنتيم هنايا، وكنهبطوا بالسنتيم بهذا الشكل هذا، وفي ما جاتنا النقطه ديال المعصم فاحنا كنحطوها بهذا الشكل هذا. مثلا هنايا لقيت 58، انا حطيت هنايا 58، طول الكم 58، يعني المونش ديالنا عندنا 58، هنا درت ال يعني المونش ديال الكم، مفهوم؟ كندوزو مباشره من بعد هادشي كندوزو الربع. بالنسبه للربع كنحطو هاد الواحد ديال السنتيم كنحطوها تحت الابط، وكنمشيو بالسنتيم ديالنا المنتصف ديال الصدر، يعني من هاد المسافه هادي تحت الابط وكندوزو بالسنتيم ديالنا فوق الصدر، يعني البنات ماشي تحت الصدر اولا على الصدر، وانما كيدوز السنتيم فوق الصدر وكنخلوه مرخوف شويه، يعني ماشي كنزيرو بحال ما هكا، انما كنخلو السنتيم ديالنا بهذا الشكل هذا مرخوف شويه بهذه الطريقه هادي، بحيث ملي تلبسي البياسه ما كتجيكش مزير بهذا الشكل هذا. كنحطوا السنتيم ديالنا في المنتصف، والمسافه اللي كنلقاو اولا المقاس اللي كنلقاو من هنايا لهنايا هو لا بواترين ديال الكليانه، هي ربع الصدر، مفهوم؟ كاين اللي كياخذ بواحد الطريقه اخرى، كيشد السنتيم وكيدوروا على الصدر كامل، كيدوروا على الصدر كامل بهذا الشكل هذا، وداك كنقسموه على اربعه هو اللي كيعطينا الربع الصدر، ولكن هذه الطريقه حتى هي راها مزيانه وسهله في نفس الوقت، وهذه اللي كنخدم بها انايا، كنحط السنتيم تحت الابط وكنجيب السنتيم ديالي بهذا الشكل هذا وكنحطه في المنتصف، والمسافه اللي كنلقى هنايا هي اللي كنحطها في ربع الصدر. مثلا هنا لقيت 29، انا درت لكم هذه المقاسات حيت كيكونوا بزاف، يعني كنخدم بهم بزاف صراحه،
الكتف 40، طول لكم 58، ربع الصدر 29، مفهوم؟ بهذه الطريقه هذه كنجيو للورك. بالنسبه للورك كناخذوا ربع الورك، حنايا كنحتاجوا غير من هنايا لهنايا. الطريقه ديال اخذ الورك كتاخذوا سنتيم كدوروا على الورك كامل، كدوروا على الكليانه كامله. بطبيعه الحال الورك كناخذوا في حاله واحده الا كانت السيده عندها لي هونش، انا ما كناخذوش دائما الا لبنت لي السيده عندها لي هونش، يعني ضروري خصني ناخذ لها المقاس ديال لي هونش باش ما تجيش بياسه مزيره. هذه الحاله الوحيده اللي كناخذ فيها الورك، ما كناخذهاش دائما، حقاش في الفصاله انا كنخرج بالايفازي وكنهبط كنهبط القطعه ديالي، ما كيجينيش كاع مزير من هنايا من جهه الورك. ولكن في حاله الا كنتو خايفين ان السيده عندها لي هونش وخايفين لان البيسه تجيها مزيره، كتاخذوا السنتيم كدوروا عليها بهذه الطريقه هذه وكتقسموا القياس على 4. بطبيعه الحال كتخلوا السنتيم يكون مرخوف شويه، ما يكونش مزير عليها بهذه الطريقه هذه، يعني ما يكونش مزير وانما كنرخفوه شويه بحيث انها تكون كتحرك وسطو شي شويه. المهم الا خديتو الدوره كامله كنقسموها على 4، هي الورك اولا لي هونش ديالنا. مثلا هنايا حطيت في ربع الورك 32 سنتيم، مثلا 32 سنتيم، 30 سنتيم على حسب الكليانه ديالكم شحال غيخرج لكم فيها. بالنسبه للطول الكلي ديال البياسه، الطول الكلي ديال البياسه دائما السنتيم كيكون بحال ما هكا، يعني الواحد هي اللي كتكون الاسفل، يعني في القدم كتكون الواحد لتحت، والسنتيم كنبقاو نلعبوا به بالقياس اللي بغينا، كنبقاو نطلقوا السنتيم على القياس اللي بغينا، يعني القياس الكبير هو اللي كيكون اعلى الكتف، اعلى نقطه في الكتف البنات هي هذه، اعلى نقطه في الكتف هنايا، كنشدوا السنتيم من هنايا وكنطلقوا الواحد هنايا بهذه الطريقه هذه، هذه لا لونغور ديال الطول ديال البياسه، مفهوم؟ يعني هنايا ال هي لا لونغور ديال البياسه، يعني هذه الطريقه باش كناخذوا الطول ديالنا. كما قلت لكم الواحد هي اللي كتكون اسفل في القدمين، والباقي ديال السنتيم هو اللي كنديروه في اعلى الكتف بهذه الطريقه هذه. بالنسبه للطول مثلا اللي كنخدم به بزاف هو الطول 1.45 متر. بطبيعه الحال هاد المقاسات هادو، هاد المقاسات هادو ماشي هما اللي دائما كنخدموا بهم، فطبيعه الحال كتختلفوا المقاسات على حسب البياسه اللي باغا تخيطي انتيا. مثلا بغيتي تخيطي سروال، بطبيعه الحال المقاسات ديال السروال ماشي هما المقاسات ديال هاد البياسه. مثلا هاد المقاسات غنحتاجوهم في البيجاما، في الجلابه، في القميص، في القفطان، في التكشيطه، غير هو كنزيدوا بعض مثلا التكشيطه ما يمكنش غديريها بحال البيجاما، يعني ضروري كتزيدي واحد السنتيمات وهذا. المهم داكشي كلشي غنشوفوه ان شاء الله من بعد، ان شاء الله خيطة تكشيطة ونوريكم الطريقة ديالها كيفاش كنديرو ليها. بطبيعة الحال الجلابة يعني على حسب هاد المقاسات هادو، هادو هما البياسات اللي كنخدمو بيهم. فراشة يعني المهم هاد المقاسات هادو كنحتاجوهم في هاد البياسات هادو، يعني حنايا كمبتدئات والأغلبية ديال البنات يعني كيبغي يخيط هادشي هذا، فهداك الشيء علاش شاركت معكم هاد المقاسات اللي يعني هما اللي كنبداو بهم كخياطات. كنتمنى الدرس ديال اليوم يكون مفهوم كبدايه، ما بغيتش نكثر عليكم بزاف. بطبيعه الحال الدرس الثاني غادي نوريكم كيفاش نطبقوا هذه المقاسات، كيفاش كنحطوهم على التوب. بطبيعه الحال ما خدمتش معكم التوب، غنخدم معكم كلشي في هذا، وان شاء الله التطبيق وهذا راه كتشوفوه معايا دائما في القناه، يعني دائما كنشارك معكم في صاله ديال البيجاما، في صاله ديال الجلابه، في صاله ديال القفطان، هادشي دائما كنشاركو معاكم. حنا بغينا شي حاجه اللي تكون تستافدوا منها وتفهموها اكثر، يعني بحال ما هكا في الكتاب غادي تفهموا، سورتو الى تبعتوا هادشي وقيدتوه وكتبتوه، ماشي غير تفوتوه مرور الكرام، يعني ضروري تكتبوا هادشي وتحتفظوا به باش حتى لو حلتو شي نهار كترجعوا ليه. مثلا بغيتي تخيطي شي بياسه وشحال ما خيطتي كتنسي ترجعي ليه تلقاي، مفهوم؟ كنتمنى انكم هادشي اللي ديروا يعني تتبعوا معايا من الاول حتى الاخر، واي حاجه تقيدوها وتكتبوها وتحتفظوا بها باش هكا يكون عندكم بعدا واحد الكتاب راكم دليل على انكم راكم كتعلموا الخياطه، باش شي حاجه اللي غتبقى تحفزكم دائما ترجعوا لذاك الكتاب تكتبوا فيه اولا تطلعوا عليه اولا تشوفوا شنو فيه. المهم كنتمنى ان لا فيديو ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، تبخلوش عليا باللايك ديالكم وتشجيعاتكم، وشكرا لكم تتبعكم القناه، وبسلام عليكم. نتلاقاو ان شاء الله فيديو اخر باذن الله، دمتم في رعايه الله.